رحم الله شهداءنا الأبطال عشر عجاف وما هبت نسائمنا ولا تنفس في أكمامه الزهر أنني وطنا صيغت ملائكة من طينه البشر حلت الذبح فهمني قل لي شلون وقل لي بياد نبقى مرنة بنت فجرة فأنت مسار وحب ودار كلمة العراق سميت العراق في العهد الحيشي أو في نهاية العهد الساساني أو الاحتلال الساساني بعد ذلك كيف نظر العرب إلى العراق ماذا سموه العراق سموه بلاد النهرين سمي أرض السواد. تحتفل الجامعة التقنية الشمالية في هذا اليوم بذكرى المئوية لتأسيس دولة العراق، هذه 100 عام التي عانت بها دولة العراق من المآسي والشعب العراقي من مآسي والويلات ومرت بمنعطفات تاريخية وانتكاسات، ولكن رغم ذلك تخللتها إنجازات عديدة خلال هذه 100 عام والقرن كامل. فنتأمل إن شاء الله السنين القادمة تكون سنة أمن وأمان على الشعب العراقي، وخصوصا أننا نحتفل أيضا تزامنت هذه الذكرى المئوية لتأسيس العراق مع أعياد النصر لتخلص المحافظات التي كانت تحت سيطرة داعش في هذا اليوم التاريخي التي تم محاربة هذا الداعش الإرهابي والتي عانت بها محافظتنا العزيزة الويلات تحت وتهالكت وعاشت أياما مأساوية. نتأمل أن تكون هذا النور الذي سوف يسطع في الأيام المقبلة على العراق العظيم تبعث الأمل والطمأنينة للشعب العراقي وأن يسود هذا الوطن الجريح الأمن والأمان إن شاء الله. اليوم حاولت أن أركز على مسألة أساسية ليست هي مسألة أنه ولادة العراق هي ولادة جديدة، إنما العراق له امتدادات وجذور حضارية قديمة لأنه هو الذي علم الناس الكتابة والقراءة وكذلك له عمق يعني عمق يربط بين موقع جغرافي يربط بين قارتين كبيرتين في وقتها وذات كثافة سكانية وذات حضارة عالية. مسألة تأسيس هذه الدولة يعني يمكن إذا أي دولة من الدول مرت بما مر به العراق من أزمات أو من حروب أو من كوارث يمكن كانت تفتتت، ولكن العراق بعد 100 سنة الآن نحن نحتفل بهذا اليوم. أنا أريد أن أقول في النهاية كم دولة من الدول العالم تحتاج إلى 100 سنة لكي تولد دولة كالعراق تقدم للإنسانية ما قدمه العراق من قيم إنسانية عليا وحضارة راسخة. حضرنا اليوم احتفالية قامتها الجامعة التقنية الشمالية، كانت احتفالية للذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية وبالتزامن مع ذكرى النصر على عصابات تنظيم داعش الإرهابي. كانت احتفالية جميلة تخللها مجموعة من الفقرات الشعرية وأيضا الفنية، نينوى جميلة بأضيافها. كانت هناك فقرة لمجموعة من الأزياء التي تعبر عن أطياف الشعب العراقي ونينوى بشكل خاص.